يعني مع الشديد للأسف احنا ثبتنا عدد من الملاحظات الجوهرية منذ وقت مبكر. يعني تقريبا انا صدرت عدد من البيانات قبل شهر قبل شهرين تقريبا حول موضوع موازنة 2020. اذا كان الحال على ما هو عليه من هذه الرتابة، يعني بقيت اعداد الموازنة بالرتابة اللي موجودة في السنوات السابقة، فلا نرجو منها خيرا على أبرزها الإطلاق. سيادة النائب، الصياغة الشكلية جاية، كان بالكلام جايك، الصياغة الشكلية والصياغة الموضوعية للموازنة مع شديد الأسف بائسة جدا ومتخلفة وغير متحضرة، ولا تلبي طموحات المواطن العراقي ولا تعالج المشكلات. أأتي على أبرز الملاحظات. أول نقطة جوهرية ينبغي أن نقف عندها طويلا، أنه أنا حتى أعد موازنة موضوعية وبناءة وشفافة علي أن أطلع على الحسابات الختامية للسنة الماضية. هذه نقطة مهمة جدا وجوهرية. مع شديد الأسف الحسابات الختامية لتسع سنوات أو ثمان سنوات الماضية لم تصل للبرلمان، وإذا تصل الحسابات الختامية تصل بعد سبع أو ثمان سنوات. هذا أمر كارثي، وأنا أعتبر أن هذا الموضوع هو عدم عرض الحسابات الختامية في توقيتها الصحيح والسليم هو تغطية على الفاسدين ونعطيهم مبرر لحرق الأمور عبر عامل الزمن والوقت. هذه أول نقطة جوهرية في موضوع الموازنة، عدم تقديم حسابات ختامية في وقتها المحدد، وخصوصا هسه لعام 2020 كنا نقدم مال 2018 حتى تصير عندنا صورة واضحة لإعداد موازنة 2020. هذا الجانب الأول. الجانب الثاني أيضا هو نسبة النفقات التشغيلية، النفقات الجارية في الموازنة لا زالت نسبة كبيرة جدا ومبالغ بها، تشكل زهاء 70%. هذه النسبة نسبة عالية، نسبة غير مقبولة، ونتيجة لخبرتنا السابقة في إدارة الدولة أعتقد أن هذا باب واسع لحيتان الفساد حتى يأخذون حرية واسعة في تغطية كثير من أبواب فسادهم. لذلك علينا أن نعمل جاهدين على خفض النفقات التشغيلية، النفقات الجارية التي هي ليست لها أي علاقة بالمصالح الجوهرية للمواطن العراقي. يعني تعرف أنا أسمع سيادة النائب معذرة، يعني